نبداو بالبرمجة الزمنية ديال الامتحانات والفروض ديال التعليم الابتدائي. أول حاجة ما بين 27 يونيو إلى 2 يوليوز، يعني 27 في شهر 6 حتى 2 في شهر 7. هذه الفترة هذه غتكون هي فيها آخر فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للتعليم الابتدائي. ملي كنقول التعليم الابتدائي يعني تحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. اما فيما يخص الفتره ما بين 28 في شهر 6 و4 في شهر 7، دونك هذه الفتره هذه ديال اسبوع غتكون مخصصه للاعداد الجامعي للامتحان الموحد لشهاده الدروس الابتدائيه. ملي كنقولوا شهاده الدروس الابتدائيه يعني الامتحان ديال السادس. دونك هنايا قلنا 28 في شهر 6، 4 في شهر 7، 5 في شهر 7، 5 يوليوز، 5 في شهر 7 غادي يكون اختبارات الامتحان الاقليمي الموحد لشهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين. تفاهمنا؟ يعني الامتحان ديال السادس غادي يكون في 5 شهر 7. مزيان. نشوفوا ما بين 5 و 6 يوليوز اختبارات الامتحان الموحد الاقليمي الموحد لشهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالمترشحين الاحرار. دونك هنا عندنا جوج الفئات، عندنا الفئة اللي كيقراو اللي يعني مازالين كيقراو كيدوزو في 5 في شهر 7، والناس اللي يعني انقاطعين على الدراسة كيدوزو للشهادة كأحرار، الفئة ديال 18 سنة والفئة الأكثر من 18 سنة، هادو كيكون في 5 ولا 6 في شهر 7. فهمنا؟ ألو بالنسبة للمستوى الإعدادي اللي كنقولو كنقولو المستوى الإعدادي يعني السابعة والثامنة والتاسعة. ألو بالنسبة للبرمجة ديالهم، ألو أول حاجة هي ما بين 7 يونيو وجوج يوليوز، يعني ما بين 27 في شهر 6 وجوج في شهر 7، غادي يكون إجراء آخر الفروض المستمرة للتعليم الثانوي الإعدادي. يعني هنايا غيكونوا الفروض التالية. تفهمنا؟ المسألة ديال أن ما بين 28 يونيو وجوج يوليوز غيكون الإعداد الجامعي للامتحان الموحد لشهادة السلك الإعدادي. هنا كنهضروا على الامتحان الجهوي الموحد ديال التاسعة. دونك هنايا ما بين 28 هذا كيكون الاعداد الجماعي، 6 ايام ديال الاعداد الجماعي. دونك هنايا فوقاش غندوزو الامتحان ديال التاسعه. دونك هنا عندكم اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي ما بين 4 و5 في شهر 7. 4 و5 في شهر 7، تفهمنا؟ 4 و5 في شهر 7. دونك هذا الامتحان هاد الجدوله مهمه جدا. نشوفوا الجيد على المشترك. بالنسبه للجيد على المشترك دونك هنا عندهم فقط هما يعني غير معنيين بالنسبه للسانكيام، ما معنيينش بالامتحانات. دونك فقط هما عندهم الفروض ديال المراقبه المستمره لاخر فروض لاجراء المراقبه المستمره، الفروض المراقبه المستمره والتصحيح ديالها غيكون ما بين 27 في شهر 6 و2 في شهر 7، اواخر ديال شهر 6 وبدايه شهر 7. مزيان. نشوفوا دابا البرمجه ديال الثانوي امتحانات البكالوريا ديال سنه 2022، دوره 2022. الو بالنسبه لهذه البرمجه هي اللي شويه طويله شي شويه. الوغ عندكم فيها عندكم ب 30 ماي 4 يونيو اخر فروض المراقبه المستمره بالنسبه للسنه الاولى والثانيه بكالوريا، يعني السيزيام والباك غيكون ما بين 30 في شهر 5 4 في شهر 6 غادي تحبس الدراسه، يعني غيساليو الفروض، الفروض غيتسالاو في هذه الفتره هذه. يونيو غيكون عندكم الدوره العاديه للامتحان الموحد الجهوي للسنه، دونك هنايا الجهوي ديال السيزيام في 17 و18 في شهر 6. مزيان. ما بين 23 و24، يعني 23 و24 في شهر 6 غيكون الامتحان البكالوريا الخاص بقطب الاداب والتعليم الاصيل. تفهمنا؟ دونك هذا خاص بالامتحان الوطني البكالوريا الخاص بقطب يعني الادبيين والتعليم الاصيل، غيدوزو في 23 و24. تفهمنا؟ مزيان. الوغ بالنسبه لعندكم هنايا عاوتاني ما بين 13 و14 في شهر 6 عندكم الامتحان الموحد الجهوي الخاص بالمترشح الاحرار بالنسبه لجميع المسالك. هنايا الاحرار سيزيان فيها جوج ديال فيها المتمدرسين وفيها الاحرار، الاحرار غيدوزو 13 و14 في شهر 6، 13 و14 في شهر 6، يعني تقريبا 3 ايام قبل الامتحان الاخر. فهمنا؟ ما بين 15 و16 الدوره العاديه امتحان خاص بالقطب العلمي والتقني. دونك هنايا كيفرقوا ما بين يعني كيفرقوا ما بين يعني العلميين والادبيين. بالنسبه ل 20 21 22 غيكون عندنا الامتحان الوطني الموحد لان شهاده البكالوريوس الخاص بالقطب العلمي والتقني، يعني الناس ديال العلوم غادي يدوزوا 20 21 22، الاداب غيدوزوا فوقاش قلنا 23 24.
بالنسبة ل 23 يونيو عندكم امتحان الوطني شهادة البكالوريوس الخاص بالقطب العلمي اختبار مادة علوم الحياة الأرض مسلك السياد بلحية. دونك هذا كيهم يعني الناس ديال القطب العلمي التقني والمهني. بالنسبة لواحد يوليوز يعني واحد في شهر 7 يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد اللي إن شاء الله بغى، يعني النتائج ديال الباك غتخرج في واحد في شهر 7. مزيان، واحد في شهر 7، ونتمنى التوفيق للجميع. بالنسبة ل 13 و14 غيكون الدورة الاستدراكية، غيكون فيها جميع الشعب، تفهمنا. بالنسبة ل 15 16 17 18 غيكون فيها الامتحان الاستدراكية ديال جميع الشعب. و22 يوليوز في شهر 7 غيكون الإعلان النهائي عن نتائج الدورة الاستدراكية، يعني الاستدراكية ديال الباك غتنعلنها في 22 يوليوز، والتوفيق للجميع.